حياكم الله من جديد. الحارس الصربي فلاديمير شاغل الدنيا ويعد هو الحارس الأبرز حتى الآن في الموسم السعودي كاملا، يعني الأنظار عليه كبيرة. حتى أنا طلع مقطع اليوم كوميدي لي يعني يرمز لبعض الأندية، يقول لك الموضوع اللي انت خابر، ها يعني كل نادي يقول، كل جمهور يقول لإداراته فلاديمير لا يفلت. فلاديمير حارس مرمى نادي الفيحاء مع زميلنا وليد الخضير بعد الفوز بالكأس. الغريب انه يقول اني احتفلت بالكأس قبل 3 شهور، يعني في شهر فبراير. كيف احتفل في شهر فبراير؟ Now I hope they are happy. أتمنى أن تكون جماهيرنا سعيدة. كنا نستحق بطولة كبيرة هذا الموسم وهذا ما حصل. I know if the come penalty we win. كنت أعلم أننا إذا وصلنا لركلات الترجيح سنفوز، وهذا كل شيء. أعلم أننا سنفوز بركلات الترجيح وأني سأتصدى لأكثر من ركلة. عند المشجعين الكرة حطها الحمدان ستويكوفيتش، صد ستويكوفيتش، يا ذكي يا ستويكوفيتش، ثعلب هذا ستويكوفيتش. Speak. Don't worry, continue. We have... بعد تسجيل الهلال للهدف الأول تحدثت مع اللاعبين وقلت لا تقلقوا، لدينا الوقت لتسجيل هدف والتعديل، وكنت متأكد من أننا سنسجل الهدف ونحصل على اللقب. وضعت ذلك في رأسي قبل وقت طويل، وقد احتفلت باللقب قبل 3 أشهر من الآن. I already celebrate before 3 months this cup final.